تعالوا نعمل عصير المناعة مع بعض، ازاي نعمله بطريقة سريعة وقيمته الغذائية عالية جدا، وهنشتغل في عصير، هنشتغل في حلويات الطبيعي، بنروق المطبخ بتاعنا ونغير الجلافز بتاعنا والسكينة بتاعتنا والبلانشة بتاعتنا عشان بنشتغل في فواكه، واحنا مع بعض كده واحدة واحدة. ومقادير العصير على الهوا: كانتالوب، الله، نعناع، عسل، مشاكل المناعة، مشاكل الأنيميا في العصير ده. حلو، هو ده، الله. يا عم استنى لسه ما قلتش حاجه. حلو، ناخد الكنتالوب اهو زي الفل، ومعانا العسل، ومعانا ورقتين نعناع اخضر حلوين، والمقادير شفناها على الشاشه. طبيعي بنزل بالكنتالوب ده كده في قلب الخلاط. الله، كنتالوب عند الفكهاني بنعرفه حلو ازاي يا عم الشيف واحنا بنشتريه؟ بيبقى فيه كده كنتالوبايه نشمها بالريحه، شم ريحه الكنتالوب ليه روحها حلوه، تعرف ان هي حلوه زي الفل. وتاخد الكنتالوبايه، الفكهان اللي قال بصراحه يعني، والناس دي عندها خبره اكيد، لازم نستفيد بخبرتها. ناخد الكنتالوبايه الناعمه، والبعض يقول لك خد الخشنه، وهو الموسم بتاعه دلوقتي بسم الله ما شاء الله زي الفل. الخلاط اتملى كنتالوب، نملاه عسل بقى عشان تبقى ايامنا كلها اللي جايه ان شاء الله عسل. اهو ايه الحلاوه دي، اهو وداعا للانيميا، وداعا لاي مرض من الامراض اللي هي بتاعه الكورونا ومشاكل الجهاز التنفسي. اهو يقوي المناعه لكل حاجه، اهو البرد، اهو العسل مع الكنتالوب زي الفل. ورقتين نعناع حلوين، ماء مثلج، الله، المية نازلة عن كنتالوب بتغني. نضرب الخلاط بتاعنا، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، هو ده، خلص الكلام. انا عايز الحلقه تخلص بسرعه عشان اخد كوبايه عصير من ده، للامانه احلى فطار ده. جوزك متعود يشرب قهوه كل يوم، قول له المره دي يعني جرب، بلاش القهوه عريه، بلاش القهوه على معده فاضيه، واعمل له عصير ده قبل ما ينزل. هيتقول له طول النهار راضي عليك وبيدعي لك، والله العظيم اسمع كلامي بس. اي معلتين عسل وحته كنتالوب طلعناها من الثلاجه، قطعناها وضربناها في الخلاط مع ورقة نعناع. نعناع بيريح المعدة، الجهاز الهضمي. حلقتنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين فيها أفكار طهوية، فيها خبرة طهوية. بداية من طبق الكشري اللي عملناه، الكشري الأصفر، فص المستكة اللي حمرناه في الزيت قبل ما ننزل بالرز والعدس، حلو قوي. كمان كفتة اللحم بصوص المشروم، التركاية يا شيف مغازي، النعناع والبصل الأخضر اللي حطيته في الطاسة قبل ما انزل بالكفتة عشان أحمرها، بالإضافة طبعا للتوست المنوح في الحليب اللي خلطته مع اللحمة المفرومة بديل للبقسماط والبرغل. تفاصيل صغيرة بسيطة سهلة، ولكن طريقها بتودينا لطريق النجاح، بتخلي عندك ثقة في انك تخش المطبخ تعملي حاجة حلوة لطيفة وحاجة حلوة جديدة. فكل يوم لحمة، كل يوم فراخ، بس ان احنا نعمله كل يوم بطرق مختلفة، هي دي الشطارة. يعني رؤية وفن وإبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.